بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده الويب اس اس ال او الاس اس ال في بي ان. بدايه الموضوع الريموت اكسس في بي ان. لو عندي انتهينا خلاص من موضوع الستاتس في بي ان ربط فرعين. تعال نشوف لو كلاينت عندي في البيت وعاوز يكونكت على الجيت واي بتاع الشركه سواء كان راوتر او فاير وول ويقدر ياكسس الريسورسز اللي جوه الشركه من بيته. ده عن طريق الايه؟ عن طريق ريموت اكسس في بي ان. فده كونكشن مباشر من جهاز اليوزر للراوتر او للفاير وول. اللي هنا مقرر هو الفاير وول بس. فعندي هنا الكونكشن ممكن يتم بطريقه من اتنين، يا اما عن طريق البراوزر ان الكلاينت يفتح البراوزر وده بنسميه الويب اس اس ال في بي ان، او عن طريق ابلكيشن برنامج بيسطبه عنده. وهنا هيبقى عندي برنامجين اتنين، منهم برنامج الاني كونكت وده قايم على بروتوكول اس اس ال كبروتوكول تشفير، والفي بي ان كلاينت وده هيبقى قايم على الاي بي سيك. اللي شغال دلوقتي هو الاني كونكت، وهنشوف النوع الاولاني اللي هو الايه، اللي هو الكونكشن من خلال البراوزر. طبعا ايهما افضل؟ طبعا كده كده الاتصال بالبرنامج افضل بكتير من البراوزر. البراوزر هيكون عباره عن ايه؟ يعني عباره عن شويه روابط جوه البراوزر الادمن بيظبطهم له بحيث لما يدوس على اللينك دي يوديه على مكان معين. يعني شفنا الويب في بي ان، او تعال نشوف على التوبولوجي ده. عندك هنا اله الجهاز الكلاينت هيكونكت على الجيت واي من خلاله يفتح البراوزر ويكتب اليو ار ال او عنوان الجيت واي اللي هو 333 ده او ايا كان الجيت واي اللي عندك. ساعتها هيدخل يوزر نيم وباسورد ويقدر ياكسس الريسورسز اللي جوه النتورك بس من خلال روابط جوه البراوزر، مش بيتحرك جوه النتورك زي ما يكون متصل بالبرنامج. لما يكون عامل كونكشن ببرنامج بتول متسطب عنده زي اني كونكت مثلا، خلاص بيبقى له حريه الحركه في النتورك بالكامل، لان هو بيبقى في شبكه تانية وبيتعمل راوتنج بينه وبين الانترنال نتورك، فيقدر يخش على اي شير، يقدر يستخدم اي تول من عنده، يقدر يعمل ريموت ديسكتوب، بيعمل تيل نت، بيبقى بيتحرك براحته. لكن جوه البراوزر عباره عن يدوب شويه روابط بس ما فيش غيرهم يقدر يدوس عليهم، والروابط اللي الادمن بيكون محددها له. البروتوكولات اللي استخدمت في حاجه زي كده، الاول هنا بيقارن لي بس الاول بين الاس اس ال وبين الاي بي سيك. الاس اس ال ده ويب بيزد ابلكيشن، لكن ده ابلكيشن محتاج انك انت لازم تسطبه على جهاز اليوزر. من ناحيه سهوله الاستخدام طبعا الاس اس ال اسهل، الاس اس ال اصعب شويه لكن هو ماتش مور سكيور. هنا حتى الاوفر اول سكيورتي الاس اس ال اقل من الاي بي سيك. طب لو جينا بقى للاس اس ال نفسه اللي هو اتطور دلوقتي بقى اسمه بقى التي ال اس، وتلاقي اغلب المتصفحات دلوقتي بتدعم الاثنين. الاس اس ال ده اللي عملته شركه نت سكيب سنه في التسعينات، بعد كده اتطور اتطورته الاي اي تي اف بقى اسمه ال 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 تي ال اف ال تي ال اس. هنا طبعا كان في شويه ثغرات في الاس اس ال بس طبعا تم تعديل الحاجات دي كلها واتظبطت. بس في الايه؟ في التي ال اس. وزي ما قلنا المتصفحات دلوقتي كلها بتدعم الاثنين، بتدعم الفيرجنات القديمه من الاس اس ال او اخر فيرجنات من الاس اس ال والفيرجنات الجديده من ال تي ال اس. الويزرد او ازاي هعمل في بي ان كونكشن بقى او ريموت اكسس في بي ان كونكشن اللي هو كلاينت ليس. كلاينت ليس يعني الكلاينت ما بيسطبش ابلكيشن اللي هو الويب اس اس ال. ازاي اعمل كلاينت ليس اس اس ال في بي ان على الفاير وول؟ زي ما قلت لك المقرر عليك هنا في الان ايه هو انك تطبق الكلام ده على الاي اس اي فاير وول. فهنا حتى المقرر عليك انك تطبق الكلام ده بالويزرد بالجي او اي. يعني هفتح كده هذا الاي اس دي ام. طبعا هننفذ على التوبولوجي ده. عندي كلاينت اهو، هو الكلاينت لا يقدر بس يبنج على الجيت واي اللي هو 333. يعني شفنا كده هنا عندي الكلاينت ده يبنج كده على 333 ده اي بي بابليك بيبنج، لكن هل هو عنده باك جراوند عن اي حاجه يقدر يوصل لشبكه 30؟ ما يقدرش طبعا. لو كده يبنج على 30.0.0.1 هنا مش هيقدر يوصل للنتورك دي. طيب تعال نفتح بقى الفاير وول كده ونيجي على الويزردز برضو واجي على الفي بي ان ويزرد واعمل الكلاينت ليس اس اس ال في بي ان ويزرد. تمام، زي ما انت شايف ده كلاينت من البيت بالبراوزر بيست، وده الاس اس ال جيت واي اللي هو الفاير وول، وهيخش اكسس الايه؟ النتورك بعد ما يطبق عليه جروب بوليسي معين. اقول نيكست. هنا طبعا هنمشي مع الستبس واحده واحده اهو. اسمي البروفايل ده لان الفاير وول بيكرر كونكشن بروفايل، هسميه مثلا في بي ان او ار اي في بي ان مثلا.
سيرتيفيكت طبعا لسه ما فيش سيرتيفيكت هنا. طبعا هيستقبل الكونكشن ده على الانترفيس الاوتسايد، انترفيس المواجهة للانترنت، يتحط في كونكشن جروب مثلا اسميها جروب 1 عشان هو بيجون يختار الجروب دي، او اخش على اليو ار ال ده. نيكست هي اوثنتيكيت منين؟ ما هو كده كده الفايروول لما يستقبل الكونكشن يعمل اوثنتيكيشن لليوزر. اوثنتيكيت منين؟ هل عندك تريبل اي سيرفر مثلا ممكن ال اس اي اوثنتيكيت منه؟ عندك اي سي اس سيرفر، او عندك اي اس، او عندك اي اكسترنال ريديا سيرفر، ولا ممكن اوثنتيكيت من الانترنال داتابيز؟ ممكن عندي يوزر واحد بس اللي كنت عامله اهو، اللي اسمه سيسكو. ده عندي ممكن اكريت يوزر 1 وده الباسورد وكونفيرم الباسورد اد، وعندك يوزر 2 ضيف يوزرز زي ما انت عاوز. تمام، قول نيكست. تكاريت جروب بوليسي دي او تقلد في الديفولت جروب بوليسي ايا كان، قول نيكست. هنا بقى البوك مارك ليست. البوك مارك ليست هي عباره عن لسته من اليو ار الز اللي هيدوس عليها الكلاينت عشان يقدر يخش ياكسس حاجات معينه جوه النتورك. فممكن امانج دي كده واقول له اد اكريت لسته جديده مثلا اسميها ليست 1، واقول فيها لو داس على اليو ار ال اللي اسمه ويب سيرفر هيوصله على اليو ار ال اللي هو مودي عليه من اتش تي بي 30001. طيب لو ضفت لينكه تانية مثلا اقول له بوك مارك اسمها الاف تي بي سيرفر اي اسم، لو داس على اللينكه دي هيروح على الاف تي بي مثلا 30000200 مثلا، وهكذا. ضيف بقى هنا ايه لينكات زي ما انت عاوز، تقول اوكي اوكي نيكست فينش، بس خلصت القصه على كده يعني. باقي بس ان عندي الكلاينت يفتح البراوزر ويكتب في البراوزر بس الايه اتش تي بي اس واي بي الاوسط انترفيس بتاع الفايروول. يعني هي عندي الكلاينت كده يفتح البراوزر، زي ما قلنا هو ملوش اي اكسس على الويب سيرفر اللي هو 30001 ده شغال كويب سيرفر، واخد 30001 اهو في الوضع الطبيعي، هو ملوش اي اكسس عليه من هنا 30001 ما يقدرش يوصل له. لكن الاول يعمل اتش تي بي اس ويكونكت على ايه، على الجيت واي اللي هو تلات تلاتات هنا. اقول طبعا لا ان تراستد، لان السيرتيفيكت بتاعت الاي اس اي مش تراستد بالنسبه له. اقول له اي اندرستاند، اد اكسبشن، كونفيرم سكيورتي اكسبشن. هنا صفحه الدخول هديله اليوزر اللي عملته من شويه يوزر 1 وده الباسورد يوزر 1، واقول له لوجن. زي ما انت شايف جاب لي الايه، جاب لي البوك ماركس اللي انا اقدر ادوس عليه، ما فيش غير لينكه الويب سيرفر ولينكه الاف تي بي سيرفر. لو دوست على لينكه الويب سيرفر كده اهو حولني على صفحه الايه، على صفحه الوامب اللي هي على على الجهاز اللي هو 30001 ده اهو، اللي هو ده هي صفحه الوامب سيرفر دي، هي نفس الصفحه دي. تمام، طيب ضيف بقى روابط عندك زي ما انت عاوز جوه الايه، عدل في البوك مارك دي وضيف فيها اللي انت عاوزه. دي باختصارا فكره او طريقه تطبيق الايه، طريقه تطبيق الاس اس ال في بي ان على الاي اس اي فايرو. طيب النوع الثاني هيكون عن طريق الاني كونكت، ان الكلاينت بقى هينستول ابلكيشن عنده زي الاني كونكت سيكيور موبايل كلاينت، ومن خلاله هيقدر ان هو برضه هيضاير على النتورك زي ما شفنا كده. تمام، وساعتها هيبقى له فول اكسس على النتورك، ساعتها هيقدر يفتح الويب، يقدر يعمل تيلنت، يقدر يعمل ديسكتوب، يقدر يعمل اي حاجه مع اجهزه الايه، مع اجهزه النتورك. زي ما قلت لك هو مش بيخش جوه النتورك، هو بيتعمل له كفيرشوال نتورك بينه وبين الشبكه دي، والفايرول بيروت بينهم، فهو بيبقى له فول اكسس، لكن هو ما بياخدش اي بي منهم، ما بيبقاش داخل جوه رينج النتورك دي، هو بيبقى في رينج تاني او في شبكه تانيه جنبهم، يقدر ان هو ايه يخش اكسس الريسورسز دي. طيب تعالى نشوف الموضوع ده هيتم ازاي. ال تعالى بس نصفر اللاب ده عشان نعمله من الاول. طيب تعال نشوف بقى ده هيتعمل ازاي على الفايرول. هفتح برضو الويزرد، هاجي على الفي بي ان ويزرد، المره دي هختار الاني كونكت في بي ان ويزرد. احنا كده شفنا سايت تو سايت والكلاينت ليست، المره دي نعمل الاني كونكت في بي ان، والاخير بقى هيبقى اللي هو ايه، اللي هو الاي بي سيك ريموت اكسس في بي ان. طيب الاني كونكت في بي ان ويزرد نيكست، هكريت بروفايل، كونكشن بروفايل اسميه وليكن بروفايل 1، هي ريسيف الكونكشن على انترفيس الاوتسايد اللي هو 3 3 نيكست. طبعا بيدعم يشتغل في بي ان واي بي سيك، اي بي سيك واس اس ال، هختار الاس اس ال.
سيرتيفيكت برضه ما فيش سيرتيفيكت، قولوا نيكست. هنا الكلاينت ايمج، هنا الفاير وول بتحط عليه الاني كونكت ملف دوت بي كي جي، عشان لو الكلاينت ما عندوش السورس اللي هيسطبه عنده يقدر يحمله من على الايه، من على السيرفر. فهقول له اد واقول له ابلود بقى وبراوز من فروم لوكال فايلز عند على الديسكتوب ملف اسمه اني كونكت اهو دوت بي كي جي، اقول له ابلود الفايل. دي زي ما قلنا عشان لو الكلاينت نفسه ما عندوش السورس اللي هيسطبه عنده الاني كونكت نفسه، يقدر يخش بالبراوزر الاول يوثنتيكيت يحمل برنامج يسطبه، وبعد كده ايه، وبعد كده يسطبه عنده ويكونكت بيه بعد كده. اوكي كده الملف ابلودد تمام، اقول له نيكست. هيوثنتيكيت منين؟ برضه من اللوكال داتابيز. ادي اليوزر نيم يوزر 1، طبعا احنا ما سيفناش اي اعدادات تاني، في اليوزر التاني ونكست. بما انه هيعمل كونكشن هيكون طبعا هيكون فيه رينج ايبيات المفروض يتاخد بين الاتنين، زي ما قلت لك هو بيتعمل بيبقى عندي ادى الكلاينت، الكلاينت هيوصل هيبقى فيه مثلا الكلاينت موجود هنا في المكان ده بعد ما يكونكت، فهيبقى فيه فيرتشوال نتورك بين الـ بين الاي اس اي وبين الـ وبين الكلاينت ده، المفروض تاخد رينج منفصل بعيد عن الشبكه الانترنال وبعيد عن الايبات البابليك، ده هتبقى نتورك كانها واصله بالاي اس اي وهو اللي بيراوت الترافيك بين شبكه اليوزر دي وبين الايه وبين الانترنال نتورك. فلازم احدد بوله الايبات دي، هنا ما عنديش طبعا اي بولز كونفيجرد قبل كده على الاي اس اي، فولو نيو هسميها مثلا بول 1، اديها ستارتنج اي بي مثلا من اي حاجه 14001 لحد 14000 مثلا 100، الماسك مثلا 255000. اوكي نيكست. هتديهم كمان دي ان اس سيرفر، تديله كمان دي ان اس، ممكن تديله انترنال دي ان اس سيرفر يريزولف منه، او ممكن تديله مثلا بابليك دي ان اس. عندك وينز، عندك دومين نيم مثلا تيست دوت لوكال، نيكست. هتستثني ترافيك معين مثلا من النات، عندك الانسايد نتورك برضو هتستثني من النات. دي الخطوات اهي ستيب باي ستيب، وفي الاخر تقول له نيكست وفينش زي ما عملنا بالظبط في المرة اللي فاتت. نيكست ونيكست وفينش. طيب هل الكلاينت ده هو ويندوز 7 ده؟ طبعا لو قال بيبنج على الجيت واي، بيبنج على البابليك اي بتاع الفاير وول ده، يبنج كده تحسب بيبنج. طيب وزي ما قلنا ملوش اي علاقه بالشبكه الانترنت 30001، لسه ما عرفش عنه اي حاجه. اول خطوه هيعملها انه الاول ما عندوش البرنامج انستولد، فيفتح البراوزر ويعمل اتش تي بي اس على البابليك اي بي 333 يوثنتيكيت 433 دي يوثنتيكيت الاول، وبعد كده داونلود السوفت وير كونفيرم. هذا البروفايل اسمه بروفايل 1، هدخل اسم اليوزر يوزر 1 وده الباسورد يوزر 1، هاي لوجن، هاي داونلود اللينك، اقول له سيف الفايل، يبدا يداونلود اهو الملف اني كونكت دوت اكس اي ويبدا يسطبه. هذا البرنامج نرن نيكست اكسبت نيكست انستول.
اعتقد ان الموضوع بسيط جدا، يعني ابسط من السايت تو سايت، واسهل حتى في تطبيقه. قوله فينيش. نبدا بقى نستخدم التول دي. هاي كده افتح في اول بروجرامز سيسكو اني كونكت سيكيور موبيلتي كلاينت هنا، وادخل اسم البابليك اي بي اللي هدايل عليه، هو برضو 4 3، واقول له كونكت. المفروض ان هو هيعمل لي اوثنتيكيشن تاني بعد ما يضايل ويوصل بالسيرفر بالجيت واي. هنا اتاكسبت السيرتيفيكت من الـ ASCII اللي هو 3 3، ده اللي هو بيقول لك ان هو عاملها لنفسه، يعني اقول له اكسبت ماشي. هنا ادخل يوزر نيم والباسورد، هقول له هنا يوزر 1 وده الباسورد يوزر 1، اقول له اوكي. هنا بيرفورمينج لو في ابديت ولا حاجه، لو انت مثلا مسطب فيرجن من الاني كونكت والاي اس اي عليه فيرجن احدث منه، هيعمل ابديت للايمج الموجوده على الاي اس اي، الايمج الموجوده عليه يعني من الاي اس اي. انا بي استابليشنج الفي بي ان كونكشن، نبي اكتيفيت الفي بي ان ادابتر اهو كده خلاص كونكتد. هنا بقى لو جيت اشوف كده الاي بي اللي اتاخدت، الام رينج اللي شايف 14 ولا 12 اللي انا كنت كان عندك الفي بي ان الاكسترنال ادابتر، لا مش هنا، على 4 8 اهو، خلي الدي ان اس ولا خالد دومين نيم ولا سيسكو اني كونكت، والاي بي بتاعه كام؟ خد 14001، وخد الجيت واي كام؟ 14002، من نفس الرينج اللي انا حددته له. ساعتها بقى هنا يقدر يوصل بالانترنال نتورك لشبكه ال 30، يبنج مثلا كده على 30001، جاله ريبلاي من 30001 اهو. لو فتح البراوزر كده وكتب هنا كده بقى 30001، بقى فيه كونكشن عادي جدا مع النتورك. لو هنا فعلنا مثلا حاجه زي ريموت ديسكتوب بيقالوا فول اكس على النتورك، مثلا جيت على الريموت كده دوس الاو ريموت اوكي، وهاجي من ده كده اعمل ريموت ديسكتوب كونكشن على 30001، ده اليوزر نيم والباسورد، وهكونكت على الاكس بي باسورد زي ما انت شايف، ريموت ديسكتوب كونكشن، وكانه واصل بشبكه كانه جوه النتورك بالظبط، وبيأكسس النتورك بالكامل، مش زي الويب اس اس ال اللي هو يدوب شويه روابط وبيدوس بس على اللينكات اللي حددها له الادمن. وطبعا ده له استخدامه وده له استخدامه. وده بس كان المطلوب منك والمقرر عليك في موضوع الايه، في موضوع ريموت اكسس في بي ان. وزي ما قلنا لو كملت ان شاء الله الان بي سكيورتي هتاخد في شهاده الفي بي ان انواع مختلفه كتير من الفي بي ان. وبكده انتهينا من سلايد 2 وخلصنا الفي بي ان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.